يا أمل، ونتحول الآن إلى الأستاذ مايك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك سيد مايك. أهلا يا أستاذ محمد، وأهلا بضيوفك الكرام أهلا بك وبجمهورك الكريم. سيد مايك. يعني هل الأمور بدأت تختلف إلى حد ما، يعني ربما تميل الأمور أو كيف باتجاه دونالد ترامب؟ لأي مدى قد تختلف سياسته عن ما كان سابقا، مش هنقول عن سابقه، ولكن عن ما كان سابقا ابان حكمه للولايات المتحدة الأمريكية، أم أنها خطوط عريضة يسير عليها الرؤساء داخل هذه المؤسسات في الولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن رئيس ترامب 24 مختلف تماما عن رئيس ترامب 2016، وأعتقد أن لديه الآن الكثير من الخبرات المتراكمة، ونرى أقل هجوما وأكثر هدوءا، وبيتحدث في السياسات للعودة بالولايات المتحدة الأمريكية فعلا قوية ودولة تقود العالم الحر. أيضا بيكتسب شعبية في الحزب الجمهوري، وزاد التأكيد هذه الشعبية بمقدار كبير بعد محاولة اغتياله الفاشلة أول أمس. أعتقد أظهر لجمهور الحزب الجمهوري وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني بكاملها أنه قوي، أنه يستطيع أن ينهض من سقطة الموت عندما كان يواجه الموت، وبعد لحظات من هذه الواقعة يفز واقفا ويطالب الجماهير بأن تقاتل، ويرفع يده بالقبضة القوة الصرامة، وقاتلوا قاتلوا قاتلوا، بعد لحظات من مواجهته ملك الموت، يعني لحظات فارقة. نعم. ده ادى انطباع كبير جدا ان هذا الرجل يعني قوي، وهذا الرجل ليس طاعن في السن، وهذا الرجل يستطيع ان يقدم الولايات المتحده الامريكيه، ويستطيع ان يعني يستوعب اكثر اللحظات الحرجه ويقوم منها بانتصار، ويلتف الجميع حوله، وتصدح الساحه التي فيها الاف المتابعين بالهتاف للولايات المتحدة الأمريكية USA USA، الوحدة للحزب الجمهوري على النقيض الفرقة والانقسام في الحزب الديمقراطي، 14 عضو مجلس النواب وواحد من مجلس الشيوخ قدموا رسالة رسمية للرئيس بايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي وترك الفرصة لمن هو يمكن أن يقف أمام ترامب في الانتخابات الرئاسية. صورة متباينة جدا ما بين حزب ضعيف منقسم وبين حزب قوي يقف وراء يعني مرشحه، والنهارده يعني احتفالية الترشيح لترامب، واختياره كمان الجيد لجي دي فانس السيناتور عن اوهايو، وهو يمثل الشباب ويمثل يعني يوزن فرق السن الكبير ما بين دونالد ترامب وبين من يكون مع الشباب، واعتقد انه سوف يكون نائب رئيس له الكثير من المهام وله الكثير من المسؤوليات، مع العلم انه كان من اكثر المعارضين لترامب، ولكن عندما تبين له ان ترامب هو الملاذ الوحيد لرجوع الحزب الجمهوري الى البيت الابيض وايضا الى المجلسين، انا بعتقد ان الانتصار هيكون انتصار كاسح في 2024 في انتخابات مجلس النواب لكن شكل وانتخابات العالم مجلس سيد الشيوخ ماك، والبيت يعني هل الابيض. سيتغير شكل العالم حينما يحكم ترامب؟ كيف تكون الخطوط العريضة التي سيسير عليها؟ بالطبع كل مرشح يكون له برنامج انتخابي. في البرنامج الداخلي، هل الأمريكيون راضون عن برنامج دونالد ترامب؟ وأيضا في التعامل مع الخارج، هل يسير على خطوط عريضة معينة يعني هي مرسومة بالأساس في الإدارة الأمريكية، أم أن الأمور يعني تسير وفق المصلحة؟ يعني ترامب هو أيضا براجماتي، يهتم بما يحقق له المصلحة، سواء كانت مصلحة مادية أو مصلحة تظهر القوة والغلبة للولايات المتحدة الأمريكية كما اعتدنا. كيف ستكون الصورة برأيكم في المستقبل بنظرة استشرافية؟ أنا بعتقد أن ترامب سوف يوئد حربين،
حرب روسيا أوكرانيا وحرب الاعتداء الغاشم من قوى الاحتلال ضد أشقائنا أخواتنا في فلسطين. هذان الحربين سوف يؤدى، وأعتقد أنه في أسرع وقت ممكن هيتم إيقاف إطلاق النار والدخول إلى طاولة المفاوضات. ترامب في أسوأ ما قدمه لنا كعرب في صفقة القرن التي نحتناها صفعة القرن في ذلك الوقت اللي احنا بنشوفه النهاردة أقذر وأقل وأحط مما عرض علينا في حقبة ترامب. حقبة ترامب ما عرض من صفعة القرن اللي أنا قلت عليها صفعة القرن كانت بتتبنى حل الدولتين، وإن كانت دولة صعبة المنال يعني كانتونات فلسطينية داخل الكيان الإسرائيلي، ولكن دولة لم نكن نصل إلى ما وصلنا إليه من 40,000 وأكثر من الشهداء، أكثرهم من الأطفال والنساء، ويعني أكثر من 80,000 من المصابين، وتدمير كامل قطاع غزة التي هيتكلف أكثر مئات المليارات من الدولارات وليس أقل من 3 إلى 5 سنوات حتى تعود مرة أخرى غزة التي كنا نعرفها. فأعتقد هذا الرجل بداية سوف يوئد حربين، وبعد كده بقى السياسة الأمريكية. يعني تخيل أنت في اجتماع الناتو الأخير باحتفال ب75 سنة على قيام حلف الناتو، حضر الزعماء والرؤساء مع الرئيس بايدن في الاحتفالية في واشنطن، وتقابلوا سرا مع ترامب أو مع معاون ترامب للاتفاق ماذا سوف يكون عندما يصبح ترامب سيد البيت الأبيض. فأعتقد أن العالم بالتأكيد يعني يتخوف من سياسات ترامب التي كانت فيها الكثير من الحدة لتحقيق المصالح الأمريكية، زي خروجه من اتفاقية التي بي بي اللي كانت بتجمع 11 دولة من شرق آسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تمثل مصالح الزارع والصانع الأمريكي، زي ما خرج من نافتا اللي كانت بتجمع بين كندا وأمريكا والمكسيك، وعمل اتفاقية جديدة USCIS اللي هي بتحقق مصالح الصانع والزارع الأمريكي، عندما كانت أمريكا أكبر منتج للطاقة والنفط، كانت أمريكا أكبر منتج للطاقة والنفط. أعتقد يعني الأسعار كانت مسيطر عليها، التضخم كانوا بيحاولوا يرفعوا التضخم من 1% ل2% حتى يكون صحيا في الاقتصاد الأمريكي. أعتقد أن خطة ترامب واضحة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، تريد الحماية ادفع مقابل الحماية، الحماية ليست مجانا. أشكرك سيد ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. نعود إلى الشأن المحلي في برنامج من